ما غيرتيش؟ طبعا حياتنا اول مره تغير، هذا الفرق، اول مره هذا بحياتنا رباني. تفتح لايف. انا صار لي طبيعي نص ساعه تفتح لايف. ايوه والله ما اعرف، اول مره صدق بحياتي افتح ما حياة فاتحه. يعني اصلا اني قبل المسلسل بشهر يلا فتحت حسابي بابليك، كان برايفت. اي يعني كنت حتى شنو ها هاي شنو قاعد تختبر لهجتي سيفون؟ العراقية سيفونة. عباس تمام، هاي سيفون يلا تمام، تمام خلينا عباس. انت شو في يمين فشل تسويها سيفون او اي شيء قريب عليك؟ راح نلعب عباس محابس. طبعا لعبه محابس هي من اشهر واقدم اللعبات الشعبيه برمضان اللي معروفه عندنا بالعراق. زين بس ما غش، بلغش. افتح غش اقبال شتي والعالم. او هاي اليمنى بالنسبه يمين الشاشه وهاي يسار الشاشه. ايش تقولين وش يقول؟ يلا هاي هاي يمنى يمين، وهاي هاي يسار. اليمنى يمين الشاشه، هاي يمين هاي الشاشه يمنى، هسه صح؟ اوكي. هي هاي هاي ده اليسرى، فلاي انا من هاي عندي هم يسار. صحيح يسرى، هاي اليمنى. يلا شو تقولون باليمنى لو باليسرى؟ انا اقول باليسرى. هاي اليمنى وهاي اليسرى. اليسرى باليسرى دي هاي 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 هاي، نشوف الناس شو تقول. انت من يعني تختارين شيء او تتخذين قرار من راي احد تقيم على رايك العاده بالحياه؟ لا يسرى. صوتك يقطع، شكلا النت يمك ضعيف. اللي يطلع لي ضعيف هو. اقول اذا تقررت او تاخذين راي احد لو لا بقراراتك، يعني تقبل قلتي صوت صوت ماكو اوخر اغير مكاني. اوكي ضعيف اوكي تقطع. خلي بعد برا. والله ليش نقطة تعليقاتكم؟ لا صراحة نقرا وراح نجاوب، بس بالعكس. شو اسمه شو النت ما ادري ليش نايم هيك. أقعد بسط. هذا شنو باليمنى باليسرى؟ أنا أقول باليسرى. زين انا سالت قبل شوي كنت اسمع صوت، قلت ليش انت يعني متقررين شغله تاخذين راي العالم وهيك شيء اصدقاء صديقات اهل، لو انت متقررين خلاص تاخذين على رايي شو قرارك لو تاخذين رايهم؟ لا أخذ رأي العالم، بس إذا كنت مقتنعة باللي بالي وما انطوني يعني أسباب مقنعة إنه أغير رأيي، ما أغير رأيي. يسرى يعني بدلتها أكيد. إذا بديت لا يسرى أوكي. إحساسي 90% ما يخيب. زين يلا شلون؟ شلون؟ خليك
احمد النت تعبان، شنو راح يخلص يا نت؟ ما مجدد اشتراكك؟ والله اخذت فلوس من امير وجددت الانترنت من فلوس البيت. وين امير بعده سوى بالضيم خطير؟ اخذت فلوس من رزدش وجددت يا ابوي. اعطوكم فلوس مال بيت؟ انا خليت من عندكم فلوس مال نت. هسه همو زين معقوله؟ انا زين حبيبتي تمام، بس ما لحقت اقرا الاسم. يقولون احكوا على المسلسل، تابعوا اسالونا بالاحداث اللي راحت، اسالونا عن فتره التصوير بس. بس على مود يعني اذا على الاحداث اللي جايه ما نقدر نحكي، لانه انتم يروح من عندكم الحماس بعد، اذا تعرفون شنو راح يصير ما راح تباوعون وانتم هيجي متحمسين تتحذرون هيجي حيصير لا هيجي حيصير، وهذا احلى شيء بيها. احداث رهيبه حتصير. بس اي بس اللي اقول لكم اياه انه النهايات غير متوقعه، يعني كل النهايات مال الاحداث فتشي يعني متاكده ما مثل ما البدايات ما خطرت على بالكم، النهايات راح تصير اضعاف ما تخطر على بالكم. الحجي مات لو لا باكر تعرفون. حجي سامي والله انا كلش فرحت لما هو يعني رضى عليكم. هو قلبط حبيبتي شوف يعني شو تتوقع يجي يوم الحكم؟ والله اي والله اني هم هسه يلا ارتاح قلبي من رضا حجي سامي علي. انا مود الفلوس رضى عليكم. لا شلون ما كنت شايله هم وحاسه بذنب، وانه مو فرحتي ما كملت، انه ابو ما راضي عليه وعاف شغله وتبهذل، فاكيد من ترجع المي لمجاريها وترجع علاقته زينه بابوه اكيد اني افرح. انتم بالله حجي سبقكم فلوس، انا مين يعطيني فلوس واقدر اتقبل بيه؟ والله انت يعني شكلك راح تبقى فقر. يعني منطق مثلكم سؤال نبيه؟ لا بنون وضعكم بطلت هاي. من يجيك حتى ورث ما عندك. انا مو ابويا بور بطالعين وعلى يا دوب يعني ماشيين وضعهم هنا. اي ماكو طالعين هم اصلا يعني لجوء وراتبهم على قدهم خطير ورث ما عندك ما يجيك فلوس. فرصة فلوس وتصرف عليه؟ لا اشتغل قاعد تتقبل الفكرة؟ اي عادي اقول لك رضا حقي هو ما اقدر من حقي. اقول لك شردت اقول لك والله نسيت. ها اقول لك يا عذراء ما تصرف عليك وش مسويه بيك؟ شارقه قلبك اذا تصرف عليك غير قومك بكفه وقاعد وصلت مسح. والله عيب مو صحيح. البارحه ضحكني المشهد مالتك من متحتك شويه وانت من الحماس شفت البايسكل، ما مصدق قاعد تقول لك كلام حلو عذراء. انا ما قلت شيء بس رزلتني لانه قلت لابني قلت لها يعني اهلك موجودين اللي يتابعونا وهيك سلمي اليوم خواتك وامك قالت اهلي يتابعوني. اي غارت عليك عذراء ما تقبل التكسور. طبعا المتابعين اللي ما يعرفون عذراء تصير بنت خالته بالحقيقه لاحمد الخفاجي نور مازن. بالصدق انت حامل بنيلة ولد ما بين بالسونار سويته؟ لا تونا يا باول شهر والعالم اكلت راسي بالمسجات. البارحه كان عرسكم شو بسرعه صرتي حامل. بالمسلسلات احنا خما يعني ننتظر شهر من صدق، هو يعني يصير مثلا الوقت الزمني بالتلفزيون غير، يعني مثلا حلقه البارحه كان بيها العرس مو معناته ثاني يوم هو ثاني يوم فعليا، يعني ثاني يوم يكون ورا شهر.
اي دزولي كومنتات ومسجات البارحة عرسكم شنو اليوم صرتي حامل. صح صح, صح. حلقة اليوم باعتبار ورا الشهر الآن قبل نكمل كلامنا حيات أريد نسلم على الناس اللي بعد تابعنا باللايف كليتهم بالتحديد بدر وأسد أشوف الأسماء اللي يطلع يوم سليم سيارة كارين محمد حنش وكل اللي قاعدين يتابعون التيم مالتنا مشتاق لهم هواية هواية جدا الدنيا موجودين ما انتبهت. اي والله مشتاق لهم كلش هواي كلش يعني فقدناهم من كملنا العمل ورجعنا كل واحد البيت كنا يعني مثل عائله وثلاث اشهر تصوير مو قليله واحنا كل يوم كل يوم سوا. ماكو كارين تقول يلا 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 طيري طيري يلا 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 طبعا انا يعني متاكد مع كل الاحترام للجميع لكن كنت متاكد من نجاح خان الذهب ويمكن حياه تتذكر مو لو لا كنت دائما اقول راح تنجح هاي المسلسل يعني حتى متابعتي للدراما خلال السنين اللي راحت وقراءتي للناس اكثر مره يعني كنت حاسس انه راح تجمع عاطفه الناس وطبعا بوجود كل الكادر والممثلين والممثلات والكادر الفني والإنتاج والإخراج والصورة والصوت كل هو كان سبب من أسباب النجاح بالتأكيد. صحيح هو بداية من النص، النص كلش قوي بنفس الوقت هو واقعي قريب من حياة الناس، حياتنا احنا كعراقيين، واقع مجتمعاتنا وعوائلنا، تصير هيك قصص وأبشع من هيك بهواية. فالنص واقعي بالإضافة إلى أنه إحنا هسه الرتم مال الحياة كله صار سريع، بعد الناس ما إلها خلق تقدم لها شيء طويل وأحداث تظل مبهمة لوقت طويل. الحلو بخان الذهب أنه هو الأحداث متغيرة بشكل سريع، يعني كل حلقة دا يطلع حدث جديد وبسرعة دا ينكشف الحدث اللي قبله، مع انه اكو حماس قوي بنفس الوقت انه الاحداث دا تمشي بسرعة، فالمشاهد ما دا يلحق انه يمل. استمري معيش بيه اي لا دا اشوف التعليقات. هاي لحظة اقول لك هم متحمسين كل شيء بالاحداث الاخيرة شنو راح يصير بالاخير؟ اللي راح يصير بالاخير ان شاء الله يوم الثلاثين من رمضان الساعه 7:30 توقيت بغداد على ام بي سي العراق تعرفون. مساء التوت فطرتي بالبسكوت؟ والله ضحكتني مساء التوت من قلت لها تحبني لو موت قالت لك موت، متت من الضحك من قلت لك موت. ترى يعني مرمطتني من نوم انه والله مو شخصيتي. لا وانت دورك انه شخصية لطيفة يحب عذراء ويعني من حبه إلها هو دائما يكون مطيع، يعني ما نقول انت خروف مو اني دا اني دا اجمل لك اياها، لا اني دا اجمل لك اياها فعادي يسحب غير يحبها. هذا احترام للحب وللمرأة، هذا مو ضعف شخصية أبدا. تدري ايش كاتبين بالتعليقات؟ كاتبني لو اموت زحفك وصل للكوت. قوية اي بس اني من قلت لك نور موت. ما عمري قاعد تكتب كاتبة احمد حتى بالحقيقة ياكل هواية مو بس بالمسلسل. والله صدق انت تاكل هواية احمد 24 ساعة تلوج. اي والله شو اسوي؟ اكو جن يقطع
اكل بطني اكل ياهي. والله انت مفجوع احمد. احمد ترى النت يما تضايق والله زين، وانا دا اسمعك بطريقه شاديه والمسجات زين، هاي يما شنو ضعيف؟ هم النت يما مو زين، هم انت قاعد تلوج حرام اذا النت. والله النت يمي زين، يما شنو النت مو زين؟ ما تسوون نت قوي، مو طاقم الحج فلوس حج سهلة. يمكن اني ما احبك حبيبي، اني دا اشوف كل انه جوين ستارت فولو بس ما دا اشوف التعليقات تصعد فوق. حياة نعم احلى يعني اكثر موقف ضحكت اثناء تصوير خالد، تصوير موقف تذكريه يعني، هو اكيد هواي مواقف تضحك بس موقف واحد تذكريه ضحكك اثناء التصوير. انا كنت زعلانه وانت تتكلم علي من اني اني كنت ضايجه وانت تعيب علي. هو مرة ثانية ضاجة ومعصبة وانت قاعد تعيب علي. دا اقول تذكري لي موقف انت يعني موقف يضحك صار وياك اثناء التصوير. هو شوف ها صدق اكو موقف ما ينحكي بس شنو مت من الضحك ومن سولفت لأختي خربنا من الضحك أنا وياها. بس مرة كان أكو مشهد يعني هو بعد ما طالع ما رح نحكي تفاصيل، بس هو تكون حماتي لأميرة، أميرة ست أميرة جواد ليلى، تكون قاعدة بالبلكون على المرجوحة وأنا أردجي أقعد يمها. فمن دا اجي من الباب وهيجي افتر فموكو هالحديده جوا مالت المرجوحه عثرت بيها وقعت. فبوكتها عبدو ضل يضحك علي واني لزمتني الضحكه، والمشهد كان بوكتها حزين واني كنت ابكي ومو وقع مو وقعت وضحك علي عبدو، ظليت اني اضحك وظلت الضحكه لازمتني وبالقوه يعني هيجي صار دماغي دا اطلع من مود الوقعة وافوت بالمود مال التمثيل مرة ثانية. ضليت تقريبا نص ساعة اضحك وعبد يضحك علي شلون نجحت. مبدع الصوت اللي عندنا بالكادر يعني اللي ما يعرفه. ايه عبدو مهندس الصوت. ايه قلت لهم كله فولو فولو فولو. وين اسئلتكم؟ تدزون مسجات تسألون. شلون سليني انت شنو بس انا اسال. اوقف خلينا نشوف اسئله الجمهور. ما يصير نقول لكم حجي سامي راح يموت لو لا، بس صبروا الباكر راح تعرفون. بسم الله والله ما ادري لحق اقرا، بعدني ما متمرسه على اللايف عذروني، ما ادري لحق اقرا الكومنت. زين والله ما عليك هو اكبر والله حرام اذا دفتهم منك شيء. سيلو قاعد يسأل يقول شو حاسس بحجي سامي؟ بدك تنظر بكره حق شو راح منو؟ ما حيصير شيء، ما اعتقد حيصير شيء. ان شاء الله ما في شيء. في الحلقه منو؟ مشوقه بس ان شاء الله ما في شيء. انت والله النت يمك مو زين حياتي. عمي رجاطك فلوس مسوين انترنت 4G. بدنا نشتري البيت يابا نقعد نتلفسها منا منا. جبت طاقم.
جون طاي الكبر فلوس مع البيت. لو أنا راح يعوقكم ما هيعوقكم صبرين تجي للبيت هسه راح يستلمونا على النظيف. هذاك كان هيك يعني مثل ما يقولون تمهيدات. أقول سؤال شوف ده يكتبوا لك بالتعليق انه البث يقطع يمك مو صوتك صوتي. والله اكتبوا لنا البث مالتي واضح لو لا. اي والله كل حد يقول صوته يقطع شو اسوي؟ هو سحب خطاب من الجيران طلع عجي خاف اي والله توني دا اقول خاف مشطل عجي. شو اسوي؟ مين يجي؟ يبوك؟ شو اسوي؟ وين؟ وين طوجي؟ بس ماكو شوف وليان وليان البياتي يا هلا ويا مرحبا بوليان. هاي شجرة ما تطفى متابعيني، هاي شجرة من هنا السنة الجاية راح تبقى إن شاء الله. صدق هذاك اليوم شفتها بالستوري كنا واصلين للشهر الثاني قلت أدري راح نفوت بالسنة الجاية وأحمد بعد ما شايل الشجرة إيش قد عجوز. الشهر العاشر حاطها نور مازن حيات اخوك ثلاجته نعم. صوصي حج سامي طاكم فلوس ساعدوني شوي باعي ثلاجته صوصي حاط عينك على فلوسنا احمد صدق شذب وقفتكم اهل اهل المروه سيد سليم المشرف على العمل وإنتاج العمل منور اللايف نشكر طبعا تعبكم ويانا وما قصرتوا ويانا أبدا. والله استمتاع العمل كان متعة يعني والله شو يعني عليكم الله اللي يكتب ايش راح يصير. شلون ما حد يصير يحكي عن المسلسل ايش راح يصير؟ شو تباوعون لعند التباع؟ تعرفين ايش وقت؟ نقول لكم شو يعني صوتي هسه واضح لو لا؟ هو تغير لو تقعد ملتهي تدور بالثلاجه وبالكاونتر. تدرين شنو؟ أنا قلت ما أقدر أضحك. ما اقدر اضحك من ورا عمليتي بس نور نور من تلفي علي يعني حلقي لين انا يصير تقول احكي لكم مشهد السياره صار ذكروني مشهد اللي يعني وانت وعذراء بالسياره ونطلع بعد ما طالع ترى مرات ما اتذكراني صار فد شيء انت ما شفته. مو وقت العملية أبد. أني من أضحك تشنج الفك مالتي ما أقدر يعني إذا أحكي بانفعال يتشنج إذا أضحك يتشنج فعلى متجد أحاول أكون كل جهازية هسه زين الصوت هم تقطع دخيلكم نفس الشيء والله سويت يعني صعدت فوق قلت حتى اعلى ها ما ادري فوق احسن قلت بلكي اعلى يعني الوضع شويه الكومنت قاعد يصير فوق مو على حق اشوف شنو دا تكتبون احمد انا وين وين اقعد مثلا هسه تمام هسه الو سمعيني اي هم دا يقطع ماشي هسه
الو مرحبا، بتحكي شلونكم يا مساء توت؟ تحبني لومو؟ مساء توت تحبني لومو؟ كان من جبت بشرفك؟ هي صدق قاعدة اقول تحبيني لومو؟ حس الصوت زين بشرفك، حتى اخلي اجيب الرينج لايت لانه طول زين. بس الصوت زين ايضا ما يمك. يلا خل اجيب اللايت بعد. هسه خبن انتو قبل حلقتين كنتوا ضايجين من الحجي خطيه، هسه اكيد كلكم رضيتوا على الحجي وحابي استاذنا الكبير المبدع اللي يعني اصلا كلش فرحانه لانه اشتغلت وياه العملاق سامي قفطان، يعني انسان ما اقدر اوصف لكم اياه شقد هو في قمه الروعه، شقد دمه خفيف، شقد سوالفه حلوه. والست أميرة جواد همينة من الناس اللي يعني دمها خفيف عسل، من الناس اللي كلش كانت تونسني وتضحكني، يعني ما شاء الله عليهم كلهم الأساتذة الكبار اللي اشتغلنا وياهم بالمسلسل. ست عواطف نعيم بعد ما ظلت دورها راح تشوفون دور كلش مؤثر وحلو، اللي تطلع بدور أمي الست بتول عزيز رائعة رائعة رائعة، تنطي إحساس بالتمثيل مو طبيعي حقيقي 100%. نعم القدير أحمد الخفاجي، القدير أحمد الخفاجي اللي بس يحكم. لا أنت بدورك هذا أثبتت أنه أنت شقد عندك إمكانية أنه تقدم الشخصية كل حذافيرها، لأن أنت شخصيتك بحيرة كانت مختلفة تماماً، إنه رجل أعمال وهيك وشخصية كلش وما تتحاشى، هنا أنا طالع إنسان دمه خفيف كلش، أمره مو بيده، بيد خطيبته. الله وقعني مثل عاد. فجايب الدور، جايب الدور صح. تسلمين، وأنت تدرين شهادتي بيش مزروحة، ما حاجة أحكي. هاي ما داعي نسبق بعض على اللايف هسه، بس الان قلت لك يعني وجهه نظري هذا راح يصير، حكيته كله صار الحمد لله والشكر. كل الشباب والبنات الكل كانوا مبدعين ما شاء الله عليهم. احمد يقولوا لك انت عندك حرق، عندك حلق لو محرك الفلافل يموت على الفلافل. صعد بعد حجانه، يصير نصعد بعد حجانه، يمكن يصير اي يصير ما اعرف، اسال المتابع منو موجود ويانا هنا، أميمة ونور صعدين، منو بعد صعدي وحده من عندهم لا يصير. انا شلون صعد والله صعب الموضوع. اكو علامة زائد هنا يا جماعة، يا جماعة انتبهوا يا عيال، سوي هيك، اكو علامة زائد، لازم هم يقدمون طلب، خلي يقدمون طلب ونختار. اوقف راحة الشاشة، شو اسوي؟ يلا اخذونا سكرين ونزلوا لنا ياسا ونتاقات، اخذونا سكرين، اخذوا سكرين عاد يلا. سكرين يلا اوكي هسه السكرينات تطلع هيجي لا هسه صارت عاد شاشتي معلقه الشاشه. صار فينا نقطه ماني والله ما حافظة ولا نكتة، هاي كان من أنا صغيرة كنت أسولف نكت هسه ناسية. لا مرة زين أنت تحكي لنا موقف يضحك صار وياك بالتصوير، نفس سؤالك. هو يضحك
بعنور نور شلون اقدم لك طلب ست رويده؟ ما اعرف تساليني اني حياة ايش هسه اني جايتني طلبات اقدر اسوي اي خطاب غير تجاوبيني وتقولي موافقة ما موافقة موافقة نايت شو يا هايكر الموافقة موافقة انتو تدرون اصلا ذكرتني انتو تدرون انه قبل المشهد مع الخطبة اني ونور مازن واحمد خفاجي وأميمة جواد كل مرة نوقف ونسوي هذا المشهد مع الموافقة طبعا أحمد ياخذ دور الأب موافقة ما موافقة نور تاخذ دور الأم هسه دحكي يا عيني واني تكون عود مستحي واركض اركض واندار اقول لهم موافقة فمن تصور المشهد مع الخطبة قعدت افكر يا ربي شكو كلمة غير موافقة ما موافقة هسه الآن راح تقول لي هسه ما حاحسن غير توافق أقول لا إيه أقبل على شنو تقبلين إيه أقبل تخطبني لا ما ترهم فشفت للأسف ماكو غير موافقة لا يدزولي منشنات يدزولي منشنات مركبين صوت محاسن على المشهد جايبي فت لبسنك فت ويا الضحكة أنا أضحك يحطون ضحكة محاسن وأطلع موافقة ويا هاي يكتبون العذراء نور يقولون نور ضغط عسل انت بلوجر طبعا نور من فتحت نور ما طالعه لايف وكان حسابها خاص يعني خاص بيها مثل رويده يعني اقصد حياته عذراء ما طالعين خاص قبل كان ماتهم حسابات خاصه برايفت ما فاتحيها للعام لحد ما دخلوا بهذا العمل فنور طالعه طالعه شخصيه عذراء انه تفتح لايف وعندها مشهد مال لايف انت شفتوه يمكن عانت لحد ما طلعت لايف بالحقيقه لانه اللايف كان لازم يتصور ويسجل بالفعل يعني طلب من عندها استاذ باء انه تصور ضغطت لازم تقبلوه يمك قاعد روحي قبليها انت شوفي برلا اي اي قبلتها عذوره 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 تصبر لودينج لا في دبي ما كل لايف ما يشتغل والله ما يشتغل في بي ان ليش؟ الفي بي ان؟ الفي بي ان ما يشتغل؟ شلونك حياة؟ اني زينة انتو شلونكم؟ يتغزلون بيش دك والله جربي بعد جربي بعد مرة يتغزلون بيش شو ما حد يقول شنو جماعة شنو مخفي عن طول قاعد بس هنا جمال ما داش شو عليك تجاملوني لابسكم عاد شو البسكم شكرا انا ادري ملك الالوان كيف من الدوره شو ما كيف هاي الدوره هنا هنا الدوره هنا 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 هنا, هنا تمشي هنا. طبعا قبل كل شيء هسه تفوت تقول لك ايش عذورة ديزني ماكو هيات ماكو جربي سعودي ومي ديزني بداء كم واحد يقدر يصعد على اللايف يعني شو كل شيء صفق بالعرس صفقي عدل عرس داخله صفقي عدل وتشوفينا ذبينا لحم احنا باللايف بالعرس اي ذكرت تاسد تذكرني بالاشياء اللي تضحك بالمشهد مع العرس يعني هي مو المفروض انه بيداء ضايجة انه امير دا يتزوج فبيداء من مرة عبالها ما دا نصور جتي وقفت قبال دبت قلت له بيداء على كيف اشتريتي هذا شفتي تريدي دا يتزوج مو هيك قالت يا دا يصور صحيح يعني العرس اي صدق تونسنا انتو ليش حسيتوا حقيقي لانه احنا صدق تونسنا عشنا الاجواء ويا دي جاي يعني احنا تونسنا من صدق وكان من
احلى ايام اللي مرينا بها بالتصوير، كان احلى يوم صراحه، رغم كان ابرد يوم مو حياه والله هذاك اليوم البرد اللي شفناه انا ما شايفته بحياتي، انه حديقه وماي وبدلتي كلها تبللت من جوا، او وما اقدر لا البس جاكيت لا اقدر احط شيء على راسي، يعني هيك كانوا يلبسون هاي البشت ويدفون نفسهم يعني لما نوقف تصوير اني كنت ما اقدر محنطه اني وشعري والبرقع مالتي والبس الجاكيت هيك بدا من قدام وما يدفي شوي من العبايه مالتي هلش مثل ست شو اسمه سمر محمد. اي والله ذكري بس بورتي ما جاب لي شاي غطاني بالعبايه. لا والله والله صحيح، عطيتني شاي حار وعطيتني نسكافيه وعطيتني شوي ذيل العباية ما تكدفك. طبعا كان يوم كلش بارد، حتى شنو حتى شوي نحمي وما في الماء اصلا. طبعا يوم العرس احنا كنا دانون بس مو من الفرحة من البرد، نترعص من البرد والنوب رقص. فتتخيلوا هاي تسولف شغله صارت همتين بالعرس. رحت للاستاذ بهاء مخرجنا، استاذ بهاء هو من لبنان، فقلت له استاذ بانه بالعرس بالعراس عندنا بالعاده يشيلون العريس تمام، وهي من احد الفعاليات تصير يعني ويا العريس. قلت فاني كنت حاب اشيل الامير بما انه انا اقرب واحد الى واكثر واحد احب المطرح في شهر صديق وقريب، قلت اشيل هنا أنا. الامير ما كنت هو يشال، قال لي لا ليش شيلني؟ قلت له راح اشيلك تطلع كلش حلوه هاي اللقطه والله العظيم. ما عليك انا طبعا كنت مثلج، كنا كنا مثلجين، فلما شفت امير وعلى حيلي هيك قمت ظهري طق طقه ما صايره. البعض يعرف هذا الموضوع ما ظهر شيء اسمه وثاب. الوثاب اكو فد منطقه بالظهر هنا هيك نفس تنعقد ويحتاج لها احماء وراحه، يلا شوي العضل العضل هيك يتشنج الشنج يصير عندك شلون كانه اصابه. دمرني بحيث نزلت امير هيك بالمقلوب طح علقه. قال لي انا قلت لك مو قلت لك تساعدني، لان بالفعل كنت كلش اني متاذي وبكيت يعني استمريت بالقوه بالمشهد لحد ما قلت للاستاذ بها بعد ما تحتاجني اروح، قلت لهم بعد ما دا اتحمل. وخطيه بقتها ضياء اول مره واخر مره يمكن بحياتي يسوي زينيه قاعد يسوي لي. ايه شفته شفته ضياء موجود باللايف. ضياء اسعد سويت اكسبت العذراء وين؟ ايه لا وينها بس باللحظة لحظة ايش عذرا؟ وانا اطلع وانا اطلع الفلاتر ايش عذرا؟ شلون اطلع الفلاتر يا معودين؟ عوفي فلاتر لحظة تطلعون في حقيقي. لا لا مستحيل بس لحظة طلعوا وجهك يلا فلاتر يا معودين عذرا وش عذورة؟ ولا كفر تبردنا عذورة عذورة هاي وين راح الفلتر؟ انتظر عذورة بلا فلتر عيني انتي قمر انتي فلتر انتي فلتر. هي الصورة واضحة لو لا؟ بس طلع وجهي تبكيت بس خلي اشوف شوي هيثومي لازم فلتر يا حبيبي لحظة ليش بابا يا فلتر انتي فلتر ابوي انتي فلتر بس طلع وجهك شوي شوي ليش شوي نص عين نص عين انتي بس اول مره شنو مو ذيك مو ذيك مره طلعتي لايف انتي قاعد ايه لك مو هذا الفلتر لا يا محمد هلا هلال العيد باكر عيد يا جماعه باكر عيد طلع الهلال خلاص بس ما تدري وجهي كامل مو على بالهم سوالتها للبنيه تعطيها مجال ستر وايد ايش اخبارك؟ لو ست محاسن مو أفضل على كيفك ويانا ست محاسن يا الله كل فتاة واحد عشان اعطينا واحدة موافقة انطينا واحدة موافقة نور واحدة موافقة
لا لا دخلولي بيتها بس وين نسي قط... نسي شوية وش نقطة طاير نسي شوية صعدي الكاميرا يقعدي بالقاع أصبر هيك لازم نسي ما أدري شو شوف نزلي مثل إنك إيه هيك هم دول دخلوا بيضاء احنا هنا كنا طالعين متدربين مع اعزائي المشاهدين والحضور والمستمعين طولوا بالكم علينا شوي شوي بعدين عندنا موضوع اللايف لا تتحركين نقدر نصعد أربعة أميمة وأحمد بيبر عذورة عذورة ها ها لا تحوسين لا تحوسين لا تحوسين بعد أثبت أحمد بيبر هلا هلا راح أموري راح هلا هلا راح راح أموري راح عادي 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 قولي أني جبت الماء يهزني ريح يبو دقيقة أنا جبت الماء باوع عافية واحنا نبقى صديقات ما يفرقنا تعرف بخري بخري سوي اعلانات باللايف بخري شو قطيتك راح وايد تحوسين وشاشة ما تشوف كلش مغطية أمي ما ماكو هذا أعلى شوية منش انتظر دقيقة يا جماعة محاسن محاسن صباح الخير ايش تقول هي اسكت انت سبتي سبتي شوية أميمة وينك دقيقة أميمة جواد الشكرشي مطلوب حيا او ميتا بسرعة يلا تعال بس بدنا نسوي فتحة داش قد عيب يقولون بث مال فقورة كلكم نت مال ضعيف تخزينة ولي احنا ما عندنا ما عندنا هاي المسكه وهذا اكثر واحد يقول ما ها عادي عادي انا وهيثم ناس فقره انت ايش بيك باعوا يلا سووا لا تتحركون سووا قلب للمتابعين خي يسوونا سكرين لا تتحركون مو تسدين وجهك اميمه شوي نسدين لا تحوسون يلا سوينا سكرين يا جماعة سوينا سكرين كافي جمعتنا أحمد صلبتني ماك واضح أي لا تحوسين لأنه نور أبدا تحوسين وجه يلا راح أتجمد كله من ورا يلا نور أبعد فوز نور سوي في بين شوي صرفي من الفلوس مال الاعلانات مال هذا وسام ايش انطيني فلوس ما عندي غير انت خطيبي هزتوا هم فقوره وبثكم ضعيف هم تطلعين قدام العالم تصيحوا ما عندنا شنو من التبرعات اي يعني خالتي مريم ما عندها فلوس عدي سلفة طبعا يلا احسن بك يا مرويدة مو واضحة تبقى فلوس مبين الفلوس يا مرويدة باع البث مالتها شلون واضح ايه اوضح وحده ان شاء الله مبين الفلوس يمها حجي مطينا بس الاضاءة ما تشكلش زينة طبعا حاطة رينج لايتات حاطة رينج اليوم اشتريته مخصوص للدايف اليوم رحت وتعنيت واشتريت رينج قاعدة اجرب ضوء مالته شلون يطلع زين لو مو زين وحطيته وقاعدة تشوف شلون قاعدة حلوة لا اتحرك ولا اتعب نظر المشاهدين واشتريت جلوب عود يضوي على وجهي بس طلع فاشي بعد الجلوب اشتريته بس خلص ضحككم باعوا هذا الجلوب او تشتريت احطه بالبلاك ووجهها على وجهي رادي هذا ايوه ما يرادي عداني
بس ما فاد ما فاد هذا الرينج واحدة كل الزي مع انه هذا الرينج عماني ما ده اشوف الروايدة التعليقات شنو من بين طولة العطوب والله ما ده اشوف انزل وقعك لو شنو لا ما فرق نور لا تضحكيني بشرفك لا تضحكيني نور والله بالي فيها بتقوله انا لازم اضحك أنا لازم نضحك لازم حقي أنا ما نضحك حقي يروح رون سايد من ورا العملية مو تقولون شك شكت فيلر أنا مستوية فيلر بس من زمان حيصير لأربعة أشهر حياة أنت كل شوية تقولين عملية عمل عملية تجميل هي عندها كانت عملية خاصة وسوتها يعني ما لها علاقة بالتجميل لا ما ماكو تجميل هنا حياتها ماكو تجميل شيء جميل يلا إن شاء الله ما بيجي هنا مفتوح لك مو من اضحك اضحك روح رون سايد يطلع على التراب فلازم ايش اضحك نور لا تضحكي اسوي فيلم السالفه ما مو لازم نكملها كملها انا للاخير صارت تهديدات أنا... تقولين طبعا عذراء المشهد هذا طبعا عذراء اصيح لها اسميها ام ايش مو من اول طلعه احكي والله ام بابين ام بتون حبايبي اموت عليكم والله العظيم ما تصدقون إيش قد أفرح بالتعليقات والمسجات الحلوة تجيني وأتمنى والله لو أجاوب عليها كلها خلص الفرق خلص أضحككم شوية هذا المشهد بالسيارة اللي أني وعذراء وهيثم أني قاعدة لي ورا وهيثم يسوق وعذراء لي قدام فعذراء من تقول الجملة مالتها تندار علي هيك لي ورا كلش وتحكي فعذراء من تندار أني ما أشوف شيء طلعني العطوب ذني محروقات احترقت بالشسوار يطلع على العطوب وبعدين شوي شوي تطلع حواجبها انه بتطلع عيونها هيك مدورات سود كبار انا عود بالمشهد عصبيه بس اشوف العطوب مال العذراء طلع من ورا الكوشن انا موت من الضحك دمعت من الضحك وبعدين اكثر شيء ما ادريكم اياه يعني اذا عذراء قالت ما يعطيني قلبي لا اكو اكو مشهد بالسيارة نور عندها حياة اكو عذراء عندها جملة بالسيارة لا اكو جملة لازم هي تقولها فبعدين تعيد الجملة فهي بعدها ما وصلت الجملة الأخيرة وانت تحكي لي الموضوع ليش كان؟ اي هي عندها جملة تقولها وبعدين يلا انا احكي فاني انسى هاي جملة ترى انا اقول جملتي فمن نعيد اني تسوي لي اني هيك راح اقول انت تخلصين تسكتين من اخلص اني انت هيك تجاوبيني اني هيك راح اقول وصلت اقولها اوكي وصلت نصور فاني هم انسى جملتها احكي تطلع لي وعقوبها هيك تباوعني وبعدين جدي لما الشخص يدخل العمل اي ممثل او اشبه مدحشاني عذراء البدايه تحكي بالعام بس بالله بعدين براحتك
يتأخر خاف مو أقول العالم هاي شغلة زين حبيبتي يلا حبيبتي بس احترامات كبار عالم شوي هل بس أقول لهم شغلة حبايبي أكو شغلة كلش مهمة الممثل أو الفنانين لما يدخلون العمل ما أحكي شنو ما أدخل شو أنتم بيداتي نانا إيه يا اليوم الب أحمد لا أدورة حبيبتي بس شوية خلنا نحكي أكو شغلة بأنه مثل لما يحب العمل هذا اللي داخل بي ويشتغل بحب لابد إنه ينجح العمل وينجح هو بالكاركتر مالته. أكو شغلة مثلاً هذا اللي صار مثلاً بين حنات وبين عذراء بالمشهد إنه حياة دامت على جملة عذراء صار يجون أكيد هو صار في حياة مثلاً هي عندها جملة واحد قبلها قال جملته إذا عذراء وإذا غير عذراء لما تصير هاي الروح والمحبة والألفة والعائلة الوحدة التيم الواحد اللي يشتغل على مود نجاح هذا العمل يعني شوفوا من 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 أحد دخل على جملة أحد ما صار أكو حزازية دخلت على جملتي يعني بعدين ممكن لا أخذوها بكل ضحك وبكل واني أباع لهم وكلش فرحان إنه عادي عذراء عندها عادي حياة عندها عادي إذا عذراء صار ويا سوت وياها شيء أو غير عذراء سوت وياها يعني هذا التعاون والحب للعمل وهاي الأشياء هاي كلش صراحة يعني أتمنى الكل الأخوة والزملاء دائما يشتغلون بهالطريقة أنا متأكد أغلب الأعمال ناجحة ممثلين يشتغلون بهذا الشكل وهذا هنا يكون الليدر جهة الإنتاج الناس اللي لازم العمل هم خلقوا هاي الروح المحبة بين الكادر وبين الممثلين مطلعوا بأجمل صورة صورة تعاونية صورة كلها حلوة كلها أخوة وصداقة أكو تفاهم أكو كيمياء بين الكل أكو فيزياء أكو بين كل الرياضيات يعني هي هاي الرياضيات نعم عزيزي أشكرك خلي أشغل لك البرة وأصعد بلكي يصير أحسن بدون ما تطلعين شغلي حبيبتي بدون ما تطلعين روحي شغلي لو تطفين وترجعين احنا ننتظرك بيداء هواي حكيتي الله خليش كافي ترى دوختينا وسطرتينا بيداء بيداء صارت منا تقولي مبروك جاي منا هسي شويه بالعرس شبيش شي لا ما أهز بس بعدين هزين أقولها شو تشوفون التعليقات تركض ركض لي فوق التعليقات صدق هو قبل شو هذا موقف سالفته حياة بيداء بالبريك ما كان بريك لا والله هي عبالها إنه صار بريك ماكو تصوير فالدي جي مستمرة مع العيوش بيداء شوية قابلت حياة وظلت ترقص قلت ليش لا على تمام عوده بيداء ايجي اموري على كيفك اموري عبالي ما ادري صوره اي ما حد قال لي والله ما حد قال لي بوقتها استاذ بهاء سوى عافنا على راحتنا وخلانا انه احنا اساس يعني ماكو تصوير واحنا كلش والاغاني مشتغله واحنا اندمجنا ومتونسين وهاي وهو اخذ مقاطع اللي شفتوه بالمسلسل اغلبها اخذ المقاطع اللي احنا ما ندري كان اكو تصوير فلذلك انتم كلكم تقولون العرس حلو عبالك حقيقي لانه احنا صدق كنا يعني هيك عايشين الجو وصدق كنا متونسين وما نعرف اكو تصوير يعني صورنا مقاطع ووقفت الكاميرات عبالنا واحنا ضلينا مستمرين عود يعني دنهوس وهذه ننتظر يرجع التصوير مره ثانيه فهواي مقاطع انحطت بالعرس هي يعني صدق حقيقية كانت اي عذراء السنة صار زين سالم تحلج نور عذراء ام بتول لا ام بتول لا حبيبتي شو خط النت من عندك صوتك يقطع طلع حلوة
طالع حلوة. تقول؟ لا أحتاج منو؟ قولها مساء التوت، تحبني لو موت، قولي لي موت. على فكرة هاي مال موت، هاي مال بيداء، هي قالتها. شنو بيداء؟ شلون؟ حلقت بيداء. مصطفى سلامة مخرج منفذ. أبو الصوف. مسلسل خان الذهب. سهلا بيك. سهلا هواية. وردة مصطفى. مصطفى كان يعني قبل المشهد لازم نقعد نسولف ونسأل. إي والله هم تعب هواية هو خطية. أحد يساعد. ممكن أربعة بس. متابعين اللي يعرفون بسوالف اللايف يعني او يتابعون الناس تطلع لايف اكثر شيء قد واحد يصعد لايف ويا اكثر شيء قد يصعدون اربع كتبوا طلعت تقول تقول دزيت مره ثانيه طلعت بالغلط ما اعرف شلون ادخلها دخلوها ليش ما تعرفين لا من يطلع لايفات ويشرح على الحمر والمكياجات ما خالف اسمح لي بس هالمره مريم محمد شكرا مريم مريومة مريم مريم شلون راح تنزلوها وترجعوها اختي والله يدير انا حاسه وانا بالتاريخ ها عيون على الدوره يقولون صابرين وين صابرين ملتهده تخطط علينا شلون تقضي علينا حيره بالله صابرين اول شيء طلعتني حراميه والحبل على الجرار رويده انت مسلسل وطن لا ماني ما مشاركة بمسلسل الوطن ما أعرف شلون أصعد أميمة صعدت جيت أميمة وين علقت عندي كل شيء هي صاعدة بس هو النت يمها يمكن أي هسه حرام تسوي من أكثر واحد يضحك بيكم بالمسلسل أنا بالنسبة إلي أكثر اثنين كانوا يضحكوني هي عذراء والست أميرة جواد هذول يضحكون بالكواليس ها بالمسلسل هيثم لا يقول بالكواليس منو يضحككم لا شنو عذرا ستايل عيب عليكم ها ولا لا مو يضحككم الجمهور يضحككم بس رويدة ما اللايف بس ثاني ياش عادلين في اللايف أحمد علقتوا لا ما علقنا ياتنا هلا هلا نور وين راح هلا بيدا إيدك إيدك تخب بيدا اكو احد يقول سوي لي قلب حتى ابلش لا حلقه عندي بصوره يعني كلش ليش يلا كلكم وياي انتوا هسه ما طالعه عندكم يعني عادي طبيعي صورتها لا اسمعها ولا اشوفها لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم نعم دورة شو وقت؟ شنو شو وقت؟ من تبرتك تتعين يعني بال عافية بس أنا أريد أقول لك شغلة نقول حياة قالت راح نساعدك بس من تتزوجون من الحجي أقوم وياك خاف غيري خاف غير اني خاف طابعين ناشرين طبعا بالمشهد اللي شمس تجيب شمس اختي تجيب لي الكتاب تقول هذا شنو الدم بالكتاب فاقولها مو اني كان المشهد مال مو اني بعد ما طالع فاني قاعده ومندمجه بالمشهد وعيوني مغرغره كان ادار على اختي خاف غيري وعذراهم دزت لي خاف غيري رسم دزت لي على انستا
هاي انت كنت تتخلين علي مال الموافقه وموافقه انا ما قلت موافقه توعدني اليوم توعدني طلعت توعدني قلت موافقه موافقه توعدني خبري هواي توعدني صح هذه توعدني أم بتقول أم بتقول قلت ما تفكر أم بتقول مو دست ما تفعلي حياتي يا إيه ما توعدني زيتها إيش من أم بتقول أم بتقول ايش قالت لي؟ قالت لي ايمو هالقد ما تفكر بالمواعد. شنو يعني؟ ايش ما قلت؟ ما انت واحد نفر شيطان، انت واحد نفر شيطان. وقت يطلع شباب قولوا تعيين صدق، احد عنده مثلا شركه يعرف يعني ما ادري. قولوا تعيين شبابنا. قولوا واخيرا شفتها. واخيرا شفتها كانت معلقه عندي منيا اقول لك عذراء الحمراء العين زينه زينه شد عليكم احنا بمود المسلسل عذراء ايش بصين ليش اشد عليك ليش مساعدتها لهنا مو انا خاف غيري يا جماعة هو هذا المشهد كله صار مو أنا يا جماعة دي يسألون دي يسألون لكن دي يسألون دي يقولون خيلوا هسه من هسه بعد ما ينتهي العمل ودي يسألون أكو موسم ثاني الخان الذهب من هسه العالم قاعد تسأل الجواب هو ما ندري لكن صح نعم. يعني على الأغلب بعد مو مقرر هذا الموضوع إذا يكون أكو جزء ثاني ما أعتقد راح يرفضوا لكم هذا الطلب يعني إذا أنتم رايدين اللي يريد موت ثاني الخان ده موت صار ريمكس كله صح كل شيء ما سمعت غير كلمة موسم ثاني بس هو صح عند انت كل شيء صح صح اي والله كله يقطع سمعوني لا تسمعون قبل شوي صار زين النت ليش قطع مو اي هسه احسن صدق حبايبي خلينا نلعب بات يلا شاي الخشب حرام عليكم ليش تقولون شاي الخشب باع حياة مش شفناها اول مره قلنا ايوه أنا بس بعدين لما عاشرناها لا مو هيك والله العظيم صح أنا لين أستحي ما أحكي هواية ومرات أخاف إن أبادر بالمعرفة أقول خاف المقابلي دول اللي قبالكم مهادين أقول أخاف المقابلي يعني ما يريد يحكي ما يريد مثلا يعني يتعرف علي فما أحكي أبقى ساكتة بس إذا أحد بادر وياي رأسا أثرت ثريد وياه فمن ما أبادر من الخجل والمستحى يتصورون إنه أنا شايفة نفسي بس لا والله على شنو الواحد يشوف روحه ما أحكي هواية لأنه يعني شوية هسه قلت لكم عندي صعوبة إنه أحكي هواية هاي المنطقة تأذيني فأرتاح أنطي المايك لأحمد أرجعني أدخل التابلو
باعوا حطي قبال ما قلنا كوني لو لا راح اسوي بات اي 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 بيعظمون يمنى يسار هاي هاي يمنى وهاي يسرى هاي يمنى هاي يمنى انا اقول حياتي تقول يسرى وحدراء تقول يمنى وانت بيد ها يسار يسار عذورة خسرتي البنات فازن يلا عادي خذوا لهم يلا منو يبيت بيت بيتشن صدق تشكامش جديدة أي كسرتها من هاي من التعلاقة من يغني عذراء غني خل عام تسمع صوت ما غني لا ليش شردهم لا غني حتى لا شيء إنه ما حد يسمع أصلا صوت يقطع بعد فوقها يلا غني عاد حياة منك أنا زينة حبايبي بلش أنت هو يا حلش قد حلو والله يلا كملي تفقولة تفقولة شنو هي بعد محبتها والله يلا ويا ثلاثتكم يلا غني ما حد يا ست مالك يلا واحد يلا غني يا رويده حلو حلو ويا حلو قد حلو والله قد حلو والله يا حلالك يا حل مو بعد جيت شنو تضحكون عليه تضحكون عليه تضحكون عليه لا لا بس انت ما ادري لها الاغنيه هي عذوره حلو حلو هو ابو العذاري حلو احمد هيثم شلعت قلبك بالمسلسل كاتبين ليش شلعين قلبه شلعتي قلبي فتيتي حالي توتيني وسط مسح قبال يسوى وما يسوى واي واي والله مو والله شو يصير والله ما اعرف نسمعك بس نسمعك الصوت يقطع سمعك سمعك يا رع يا رع عالبس سوي لها باي باي أيوه سوي لها باي تسمعوني لو لا شنو زين تشوفوني نشوفك يروح ويقطع ويرجع حسه طبيعي يلا عذورة خلني خلني شي يلا يا أفني تريدين نغني حافظين انتو تخلي اغنية كنا حافظيها هم كورونا يعيدون ورانا يا مو عيب تخليهم كورونا عادي عادي ما يخالف على قول السري ما يخالف في المسلسل اي اي يلا يلا بيداء بيداء صوتها رهيب بغنية المسلسل يلا بس يلا يلا والله كل اثنين دابل لا انا ما اغني كلنا يلا غني رب
صراحة هو تزعل. شلون شلون؟ تعتزل تسمع الصوت. يلا نعيد الأغنية من البداية. واحد اثنين ثلاثة. يلا. مدغنان بساني. ليش خلوني أقع من فخ بوحدي؟ شوية 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 يلا. مريض. يلا بلشيها ظلمة وضرب. يلا واحد. ترى والله يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا ظلمة يلا عذراء. لحظة حياته طلب جديًا عزمتك محلات وسيم كرتها حمراء كرتها 99 دولار دفعت عليها. تصدقين؟ يلا انت تسوين بالمسلسل وتطبقي علي بالحقيقه وين كل شيء حمراء ما احس ما شفت منه 99. ها هي معوج. ها غنوا غنوا اغنيه المسلسل يلا. اخ شلات قلبنا احمد النت كلش دا يقطع. شو شو نسوي؟ ها؟ ستين صار ما؟ واضح. قولي حاجة. صباح الخير حياة. صباح الخير حياة. صباح النبي يا أميمة. انت بيت وتربيش ريد بول هل تعملي دعاية خلص تبين طلع القطية كافي. لحظة 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 بس ترى انت بعرفين. يلا لازم يلا يلا عدرا ده الشاقوية يا معودة دي عاثور. يلا ليلة توبة شو انت غير وانا غير عشقي عشقي هديش مال عيش ليلة درما ليلة 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 سمعته درما ودرب درما ما اسمع ايش يلا درما ودارو ليلات شتاء ظلمات شتاء هي ظلمة ودرب عاشور ليلات شتاء وغيت روحي ها خويا ها ها جاوين حتشي ما حملي وكلفك جاوين لا تخلوني أغني صوتي كلش مو حلو بيدا تحكي لي صار ساعة أضحك شنو احمد عبالي هو قاعد انا عبالي انت وقعت يا نور ظلمة ودروب عثور بي شنو هوايتش انتو دزون مسجات تسألون بيها اسألونا هسه استغلوا اللايف بس عدم ما شو يصير بالمسلسل بعدين والله المسجات بالآلاف تسألون باللايف ما حد يسأل أحمد ابقى ثابت حتى ما يعلق
يلا قوليها شو اسمه، هي حزورة، قوليها الرويدة، خلينا تعرفها الرويدة. اكبر واحد اسمه جعفر، ما شنو صار اسمه جعفر، ما شنو اسمه صح، هو جعفر شنو بعد شنو نصب عليها شلون؟ شلون؟ اي بعد قولي لي في الجملة. هذا رجل آل. الو مو بس الو اقدر اقول الو. انت بقولي صوت رجال. شنو؟ قولي الو صوت رجال. منو؟ رويدة شبيك؟ ها انا صوت رجال. الو اي ايش قلت؟ مش بطيء يا عذورة يا حبيبي، خليني. الو لا صوت الصورة سجلت العهد. يلا صوت الصورة. الو انت بيداء تكون انا بصوت رجال. شلون؟ ما لا والله لا. وانت بيداء. شلون؟ بلبل عيدي بيداء ما سمعت. الو. ياهو. أنا مش رويدة. شلون رويدة؟ ما سمعك. زين أني زين. شلون الجهاز؟ يسمون عليك. عمي مش قايلك شو ماكو وين هالغيبة؟ ألو ها شلون شلون صح؟ والله موجود. عمي أحمد؟ شنو الحجية تبكي؟ شو؟ طلعت بالشارع. والله أنا لو نت مشكلة بالبيت يمكن صح؟ ضرمة ضرمة صارت. ضرمة ودرب عثور صارت. نزل ولا اني فزت باعو اكون ايو تقول رويدة طابطة للصوت بس ثاني بطرقي الالو بس لا صدق ترى جايبتها اقولكم هسه اكون لا لا ما اي بس ضلمة هاي شنو بيضاء المتسم بيدا أدورة ها هاي ثومي زينب حياة أحبك أنا يوم أحبك زينب أثير أدورة المشكلة ببيتك صار النت زين لا أنا مو بيت أنا بالسيارة قاعد أقول لك المشكلة كانت ببيتك طلعت ورحت حتى بالسيارة. ابقى متواصل مع الاحبه والاصدقاء ها عبالي رحت تروح مكان لا لا ما اتذكر علي ايه شنو كمية بس راح اقول هاي الجمله اب ماكو شنو ما وين ده اسمع يقطع ما حاطين
باب ماكو. والله رت اقولها بس استحيت سكتت. والله رت اقول بس اقول تقول ايش لازم تقولي اللي قلبها على لسانها قبل هي ده تقول حقات بالمستقبل يطلع شيء هذا تقول ترى احمد انا قلت لكم هو مو بالضبط وانا بكل خير على الناصر منور اللايف صديقي الكوافير اللي بالأردن والله يمكن صار لي 10 سنين ما شايفته بس أكو ناس شقد حلو يبقى التواصل بيناتنا موجود ويبقون أصدقاء يعني أوفياء صدق تحياتي لك على ها المتابعين يريدون كل واحد يحكي شوية عن حياته نبلش ويا أميمة. أميمة تحصيلك الدراسي شنو اشتغلتي قبل هواياتك شنو بشكل سريع ومختصر سينمائي ومسرحي ودرست فاشن ديزاين ودرست لغة ألمانية شنو بعد تحكي كل هذا انت عايشة بقالك كثير يا أميمة هوايتي الرسم وكنت من زمان أحب التمثيل وما اشتغلت لا ما خيط بس أسوي يعني رسم أصمم حلو حلو أميمة زين عذراء عذراء أنا أعرف ما عندي بلاش الأسئلة مع فكرتي ما عندي شيء هوايات ننام ماكو هواية سباحة غناء يلا غني غني والله غناء لا لا أحب الشعر أي أسمع شعر يعني مو أشعر كلش أحب وأحب زين طيب فربيت شعر تعال صدق رويدة شعر يقول إيه خل أشغل لك موسيقى وسأعطيني شعر صبري ما سألتوني أنا شو موجود سيلي بن ما طلع له موسيقى بعد أجا دور يلا على ما نحضر الموسيقى أحمد الخفاجي شنو دارس وشنو هواياتك شنو تشتغل شيء غير مجال التلفزيون الزحف بعد راء نعم هاي واضح كلهم عرفوا دراستي في جامعة حيدر دبل وفالح أبو العنبر أحمد ما تحكي صدق حيدر دبل الحمد لله شكرا شو ما يسمعون؟ لا والله ليش؟ ما أعرف واضحة عندك؟ مو حزينة ما لامست مشاعرك كمان نايس لا لا حلوة حلوة بلشت خليها أبيكم شنو؟ ألو ها يا معود راح اروح اني ليش راح تطينا شعر وين يعني قلت ناخذ بريك واحد يروح الحمام يغسل شيء زين لحظه اصبر خلي تشعر بس تطينا شعر وكنا نروح لا احمد متضايق خلي يروح لا هو ما يقدر يسمع وبه شنو؟ شوي نرجع شوي تتنفسوا تشربوا ماء بعد واحد اذا دام ما يصير لواحد يرجع
لعد روح انت وتعال. مدام بيولوجي. يلا روح. احمد بيبر اسعد مكان احمد الخفاجي. ما شنو؟ شنو؟ راح. صح ما ادري احمد بيبر وينه مو كان ويانا؟ دز دعوة احمد بيبر اذا بعدك تشوفنا. شلون ما تطلع عندي التعليقات؟ معلقة. حبايبي ما اقدر اجاوبكم بالاسم، هوايتها النكد هاي علي من يحكون، بس لا يحكون علي. اخذي نظرة على عذران نكدية. لا والله نور بالحقيقة اكثر انسان يضحكني. ها ما حكيت لكم عن نفسي، اسألوني هسا انتو دوركم تسألوني. اني ما طالع عندي ولا شيء. شنو اسأل روحي اني واجاوب؟ يسألون عن المسلسل. رويدة انتي متزوجة لو لا؟ لا ما متزوجة. سعد وامير، امير اليوم ما موجود، نطلع لايف انا وياه ان شاء الله غير يوم. حجي سامي مات لو بعده باكر تعرفون. شنو عندكم اسئله بعد؟ كل اسئلتكم بالمسجات قولوها هسه. شنو هاي الصوت؟ تليفون أميمة. ما عندي صوت. ما الفايبريشن. ليش؟ يقولوا لك تحكي عن حياتك وايدة. احكي عن حياتي. اي يعني للي ما كانوا ويانا باللايف من البداية، أنا عراقية مو أردنية. شفت أخبار طالعة على السوشيال ميديا إنه أنا أساس أردنية الأصل واعتنقت الإسلام قبل كم سنة، وأني يعني أصلاً مسلمة وجنسيتي عراقية، عراقية حد النخاع. درست إعلام بمصر، اشتغلت بالتلفزيون من عمر صغير كلش. يعني أول مرة قدمت برنامج كان عمري 16 سنة تقريبا. كلش أحب التمثيل وتقديم البرامج من أنا صغيرة. تركت فترة، ابتعدت فترة ورجعت يعني هسة بالجديد. رجعت قبل تقريبا 6 أشهر لتقديم البرامج، وصارت الصدفة إنه أشارك بمسلسل خان الذهب، فتركت القناة اللي كنت أشتغل بيها لأنه المسلسل تصويره كان على مدار 3 أشهر، فتفرغت للمسلسل تماماً. شنو بعد؟ شنو بعد؟ شبيكم أبقى قاعدين تصالحوا؟ قد انطاك أمير مهر؟ كل شيء منطاني، وباع السيارة وتزوجنا وباع كاميرا هيثم. خلي أجاوب على أكثر الأسئلة اللي جتني. شعري يا لون، شعري لون نحاسي. هسه بما انه احنا بنات يعني، او اغلب اللي باللايف ويانا بنات. برجي هواياتي زين، هيك يساعدوني بالاسئله. برجي الدلو.
يا محافظة من بغداد. هواياتي أحب أكثر شيء التمثيل، أحب الخيل، أحب السباحة. شنو بعد؟ كافين بيضاء أو فرنسا. يعني أنا مسلسل قبل همي، أنا مسلسل بدوي كان أردني عراقي، بس من كنت صغيرة كلش من زمان، يمكن كان عمر بوقتها 17 سنة هيجي. أعتبر هاي تجربتي الأولى بخان الذهب، يعني هسا نضجت أكثر، فهمت شنو معنى التمثيل، شنو معنى إنه لازم تقرأ النص كامل، تفهم الشخصية، تفهم القصة، تفهم شخصيات الناس اللي حواليك، كل واحد شنو علاقتك به من الممثلين اللي مشاركين وياك بالعمل كعمل، يعني كشخصية. فبالنسبة لي أعتبر إنه خان الذهب أول تجربة، وإن شاء الله يا ربي جاي أحسن، وإن شاء الله تكونون حبيتوا الأداء. حاولت على قد ما أقدر أكون على طبيعتي، أكثر واقعية، ما كنت أستخدم مصطلحات أو أسوي ردود أفعال أنا ما أسويها بالحقيقة. ليش ما تتزوجين أمير؟ إنه لا، أمير يعني هو زميل ومثل أخوي، ماكو شيء من بالواقع، يعني يعني بليز بدون إشاعات. إيش قد طولي وإيش قد عمري؟ شنو صار؟ خطابة ومو خطابة. هاي 350 و380 خطابة، انا صراحة ما شفت منهم احد، انا قاعدة بالبيت وساكتة، ما حد دق بابي. اشاعة وداعتك والله اشاعة. يا سنة صورنا خان الذهب، صورنا خان الذهب، خلصنا تصوير قبل شهر ونص تقريبا، يعني بلشنا التصوير نهاية الشهر العاشر، خلصنا قبل شهر تقريبا، يعني كلش قريب. وما يمو عذرا يقول لكم احكوا عن نفسكم، يلا دور يعني ما تعبت. حابين يعرفوا لون شعرها نحاسي، يا ولد ناصب علي انت، هذا الكلام للبنات مو لكم. وما يمش بيجن عسانة كاتبين جيبوا صابرين الحية. بيداش وقت تضحك وميمة وميمة رويدة رويدة حاسة إنه الحلقة الأخيرة يطلع إنه حياة حلمانة وتطلع صابرين مختفية وأنتوا أمير متزوجين وعندكم أطفال، ما فهمت شيء. ذو الفقار البياتي شكرا لك منورنا. يقولوا لك بيداء الله يكون بعونك على اختك. أيوة صابرين مجبورة، ما خالف اختها لازم تتحملها غير اختي خطية. اي والله هي خطية بيداء، هي تطلع شخصيتها مختلفة تماما عن اختها صابرين، يعني أنا وصابرين شخصياتنا هواي تختلف الشخصية. اي يعني صابرين هي الشخصية الطماعة الشريرة، وأميمة هي الإنسانة يعني المثقفة اللي كل همها بالحياة انه هي تشتغل تسوي كيان لنفسها. دحتش بيكم تعبتوني، هاي انا مو العملية بعد حتى جرحي ما طاب ما سكت. زوجك وعن غير عفوا عنك الناس يسألوك مو قالوا أنا ما أشوف التعليقات ما عندي، فأنت انطيني زين سوي شوف شافه شيء ليش ما قاعد تطلع أنا معلق. أنا شو أريد أتذكر المسجات. تقول لي أنا كاتبة مسج مهم ضروري تشوفي، شو راح ألقى؟ أحاول إنه ألقى مسج. شنو الاسم؟ قدم
ما أعرف شنو الاسم ليلي فريش. شنو عمليتك؟ والله قلت هواية بس أكو ناس يمكن فاتوا جديد على اللايف. شو مسوية عملية؟ هاي هاي عملية كان عندي ورم هنا على الغدد اللعابية بهذه المنطقة، كان أكو ورم حتى يمكن بالمسلسل شوي مبين، كان أكو ورم هنا فقبل 20 يوم سويت عملية شلته الحمد لله حميد يعني. بس يعني يقولون على شلت كيوت ما... على شنو؟ ها شربت أمي، ما احنا عيني عندنا بزون بزون ملعون. أوي بقى الجمال فد فقير فد هاتي فقير. اي شكله شرير بالعيون بالعيون تقول احكيني بحالي شريت وفد فقير خطي كش ما يسوي بقى هاي ما حط ما يعاض ما يخرموش كش ما يسوي. سكايو سكايو لك اسم اسم شلبت تجيب روزا اسمها روزا رجع طلع هذا حصر يعني اريد احصر اموت علي من اني شيء داهره وين تعطك يلا روح. اي صح يلا رويتي بزونتك رويتي كلبتك صح؟ شفت تراوي من الحيوان اللي عندي ايش عندي شو تراوي؟ شوفي بعيله شو؟ هذا مال الطابور هذا اللي طلع معصبة لو فرحانة حتى هو حاليا مرتاح. ها هذا اللي نقوله بعد جهتين زعلان هسا انت بياموت ان شاء الله يكمل هيك. اجاك احمد الخفاج اجا هيثم احنا صافين والعالم صافي ترى صح والله ما شوف احد شنو حياه لو انتوا بالكومنتات ما شاء الله عليكم تعبرون المسجات ما شاء الله ليش بالله صعدي صعدي هيثم صعدت شنو شنو طالع من السقف؟ احمد كان خلص مشاوير هيثم من عيانه الزواج من يشتغل هسه الانترنت مالتك كل الزين صار نور صوره واضحه راح اطلع فانو برا حطيت التليفون شنو؟ تجي اجي وين؟ اللي يفهم يترجم لي ما حد فهمش أخاف أقول له ما سمعت أنت تخافين والله أخاف أقول له ما سمعت ما سمع شلون يصرخ طالع 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 إيه طالع سمعنا أوكي شو تسوي طالع طالع أنا راح أروح
ونشوفكم قريبا إن شاء الله، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أحمد خبص يمشي. أختي من هنا تقول الشعر شعر قريبا. لحظة أطلع لك، هاي أختي كل ما تشوفني لو تقول لي غني لي، ولا شنو موال والغزلان، مو أي يلا مو أي غنى خفيف، موال يلا والغزلان. محضرة الموسيقى؟ علي شوي الصوت حتى تأثر. لا ضحكيني. ايش صار؟ لا لحظة. راح احمد وترني. احمد اطلع من اللايف. يلا باي باي. قاعدين نختمها بشعر. راح القي لكم شعر واروح. صبري. بيني وبين نفسي قد افكر بي واقول اشمعنى انت الشاغل بمرض؟ مو اول عشق خاطر تشل الحال، ولا اول جمال تشوفك عيون. تجاه الروح وكتجاه الروح يما تذبت الاسرار، وليش ارجف عليك ويخطف دوني؟ حتى الناس قامت تعرف ايش، وحتى الناس ليش مو قاعده ارفع لك. كملي. وحتى الناس قامت تعرف بهالحال، وما اعرف شقلهم من يسألوني. يطبون بصفنتي وعنك يدورون، ويلقوني افكر بيك يلقوني. وصاحت كلها صاحت هذا باقي فلان، ما عندي لقوك وبيك تهموني. تهموني بمحبتك والله لو يدرون، على ضيم العلي يبلي ما يدرون. عايفني بمهب بالريح، وانا وياك عفت اللي ما يعرفني، عفت اللي شروني ومن ارد شلون. هم اسوى بعد والنوب يشروني. راح ابكي بس زودين كلمة زيادة ابكي. لا ابدا. لا ما يصير، لا تتأثر. خلص قوي. اهلا وسهلا. يلا يا جماعة نستأذن، احنا نودعكم. طبعا ها من اسوي هيجي يفوتوا لي على التعليقات شبيها انه رقبتش بالصوره منها، يعني واحد اذا يندار هيجي غير رقبته تنعقد، يعني بني ادمين احنا لو تماثيل شمع. هي رقبتي ما بيها شيء، بس انا كنت من داره كلش على ظهري ولا يفهيجي، فاكيد تصير اكو هاي الطبقه هنا طبيعي، يعني كلكم جربوا قدام المرايه. فكل وحده فاتت شبيها رقبتش بالصوره انطيتها بلوك، اكل تعليق سلبي بلوك بلوك. يعني احب يكونون بالصفحه يمي، بس الناس اللي يعني اللي فايتين انه حابيني حابين ادائي نستلطفيني، نكون احنا بالاخير اصدقاء، نسولف كل فتره على اللايف، نقدم لكم اعمال يعني بتعجبكم. ماكو داعي الواحد اذا انت شخص ما مقتنع بي للتابعه، ماكو داعي انه تفوت وتقول كلام جارح او كومنت جارح. يعني بالاخير احنا كلنا بشر، ممكن نتاثر، ممكن نزعل، ننقهر. فأنه أما تقول كلمة طيبة أو ما تقولون، وبالأخير إحنا هدفنا أنه نقدم لكم أفضل شيء، نطلع قدامكم أحسن صورة. بالأخير هو الفن رسالة، يعني إحنا اليوم نقدمنا هذه المسلسل هي كلها مو مجرد شيء للتسلية بس، إنما هي كل موقف وكل شخصية هي دا تقدم رسالة.
الإنسان الصالح شلون يعيش، الإنسان المشراني واللي يؤذي العالم شلون يعيش. فهو بالأخير الفن رسالة، فأنتوا شوية يعني هلا هلا بينا لا تكونون، أو على الكل بشكل عام الحمد لله والشكر أنا فرحانة بمحبة العالم، يعني 99% من التعليقات والمسجات يعني كلها تخبر والله تفرح القلب، أقل من 10% بيها إنه كومنتات ما لها يعني ما بيها معنى الصراحة. فأني كلش أحب اللي يتابعوني بحب، كلش أفرح بالمسجات الحلوة اللي تدزولياها، وأتمنى لو أقدر كلها يعني أجاوب عليها، كل فترة راح أظل أفتح مسجات وأجاوب عليها، وأحبكم كلش هواية، ويا ربي دائما نكون عند حسن ظنكم، نقدم لكم أعمال حلوة تليق بيكم أنتو كجمهور عراقي واعي.